24 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة أنا جد سعيد لي موجود هنا بين خوتي وبين أصحابي تاع تاع زمان وين جوزنا أيامات العز يعني الحق جوزنا أيامات زوينين كما تقولون أنتم في طنجة وكنا دايرين عائلة كبيرة في طنجة الحق بصراحة يعني نحكي على المباراة ما نعرف زقلتكم ولا زقلتوني والله ما فهمت بصراحة شوفوا يا جماعة بدات بدات مباراة متكافئة ومن بعد كي خرجوا خرجوا لي دو جوار تفتحت المباراة ولات ولات كان اللي ماركي كان هو راوي يربح راه أنا مانيش راضي وعمري ما كنت راضي على الفريق ديالي اليوم ممكن لعبنا دي ماتش اتعس من اليوم لكن ماشي بهذه الصفه اللي ضيعناه فرص شو نقول لك ما, ما شو نقول لكم كنتوا تشوفوا في الماتش راهو ضيعناه فرص ما ما تواسيش حاجه زاد زاد حيرني الخروج بال بالكارت الاحمر وهذا الشيء ما نقبلوش وما نقبلوش نهائيا في الفريق ديالي المباراه كانت كنا نعرفوا الوضعيه تاع طنجه قبل ما نجي في اليوم اليومين اللي جيت كنا نعرفوا الوضعيه تاع طنجه كانت أه نظن الفريق مضغوط مضغوط بزاف اللاعبين كاين لاعبين مستواهم احسن من هكذا احسن بزاف بزاف اليوم شفتهم يتثاقلوا شفتهم يعني نحكي لك على الفريق تاع تاع طنجه بالنسبه لفريقي أه شغل 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 درنا درنا حوايج تاع اماتور بصراحه راهو انا وليت شكيت في العمل ديالي قلت ممكن انا راني مانيش نخدم في في الشق الهجومي ممكن ما رانيش والله ما راني نخدم غلط حتى شكيت في روحي بصراحه راه روح. وربي عالم كيفاش نخدم التمارين ديالي بالكومبارتيمون بكل بكل يعني كل كومبارتيمون يخدم وحده تمارين خاصه للمهاجمين الدنيا لكن كي هكذا شوفوا الفرق اللي عندهم ليكسبيريونس ما نجبتش الاسماوات اليوم كون جا فريق واحد اخر غيرنا حنايا كره طنجه خسرت اليوم الماتش بالفرص اللي صراوها كاين فرق تجيهم وحده في ماتش تدخل انا اليوم شحال عندي هذاك مينيموم عندي اربعه مينيموم عندي اربعه ما كانش حتى وحده ممكن الكره ما بغاتناش حتى هي عندها احكامها لكن انا مانيش راضي على اللاعبين ديالي مانيش راضي على الشق الهجومي خاصه وباش يسمعوني وباش كيسمعوا كي يعرفوا باللي مانيش راضي عليهم ونقولها لهم نهار نهار الاثنين ان شاء الله وهذا هو هذا هذا هو الشيء اللي اللي شفتوه انا في الماتش يعني ولا دو تروا كارتون روج لعب مفتوح يا في زوكازيون ديز جاو ديزوكازيون للطونجيب من الجهه الاخرى من الجهه الاخرى ما استغلوهمش وهذه كره كامل كنا خايفين نخسروا كما حنا خايفين نخسروا كما طنجه كانوا خايفين يخسروا حنا زعمنا مشينا لقدام ونا يو دي اللي لازم لان كانوا كانوا لي زيسباس بزاف ولكن ما سهلش ربي هذا واش نقول لكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد